السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نصايبوا واحد لانترو باش نتعلموا نعرفوا كيفاش كيصايبوا الاشهارات وبعض الاعلانات اللي تجيب في يوتيوب والطريقه اللي كيخدموا بها. بالاضافه لان كنتمنى ان اي واحد يشاهدنا دابا يقوم يخلي لنا شي سؤال عنده او استفسار، يعني من عنده شي اضافه لينا ما كرهناش. الو، وكنتمنى منكم انكم تيليشارجيو يعني دي زيكرون بحال هادو، يعني كما تحتاجوهم ضروري، يعني شي صور غادي تخدموا بهم، لان في افتر افكت ممكن لك تصايب هادو، يعني ممكن لك ترسم واحد ليكون ولا صوره، يعني خصك تاخذهم واجدين. الو، حنا غادي نبداو مثلا بهاد ليكون ديال فيسبوك، ندخلو الافتر افكت نحطو هنايا. كي واحد كومبوزيشن نسميوها كي تاكو مثلا. اوكي، الو، دابا شنو غنديرو؟ غادي ندخلو هداك ليكون ديال فيسبوك لهنا لشاشة العرض ديالنا. هاكا نقادو القياس ديالو من هاد الأطراف ديال الجوانب اللي نشوفو هنايا. يعني شنو غادي نحاولو نديرو دابا؟ فقط غادي نحاولو نقوم بواحد ليفي اللي كنشوفوها في لي فيديو، هو أن هاد ليكون ديال فيسبوك مثلا تيكون هنا أبخي تيجي هنا كتكتب هنا فيسبوك. الو، حنا شنو غادي؟ الطريقه هي سهله جدا. الو، غادي نخليو داك لي كونت تما، غادي ندخل جوجل ندخل ترانسفورم ما شفتهاش سابقا. غادي في اللحظه الاولى غادي يكون لي كونت تما هنايا. ابخي مثلا واحد جوج ثواني موش هاد لي كون يولي هنا بحال هكا. اي انا خد نكتب واحد التكست مثلا، نكتب فيس نحطو هنا. هنا الان غادي نتعرفوا على واحد الخاصيه اللي زوينه بزاف ويعني مفيده، هي ان هي كاينه في التكست كليك هنا سورس تكست. يعني هاد سورس تكست شنو الدور ديالو؟ يعني الا كليكيتي عليه غادي يخرج لك يعني واحد الكارو هنا، هاد الكارو يعني تيقول شنو نقصدو بديك الكارو. يعني قبل داك الكارو يعني كنقدرو نديرو واحد لافي، ابخي داك الكارو تنديرو واحد لافي وحدة اخرى. يعني كيحبسلك يعني كيحبسلك الخيال ديالك. الو، هنا فهاد اللحظة هادي حنا شنو بغينا؟ بغينا هاد فيسبوك متكونش، يعني بغيناها تكون مفتوحة. الو، غادي نجي هنا نفتح هاد مي، بغينا هنا تكتب لينا. الو، هنا تلقى لي فيديو ديالنا غادي تولي بحال هكا. يعني نحاول نقرب داك الكارو شوية، يعني كنشوفو داك ليكون تحرك ملي وصل للجانب الآخر تكتبت لنا فيسبوك. يعني مثلا تكتب فيسبوك سلاش يعني البرنامج ديالك اللي في فيسبوك. ألو، غادي الميثود اللي شفنا الأولى هي هادي. واحد الآن غادي نحاولو نديرو واحد الخدعة أخرى نفس هاد الشيء ديالنا. غادي نحاول ندخلو واحد الصورة تيليشارجيتها، هي عبارة على واحد اليد، يد وفيها واحد التيلة. غادي ندخلو هاد الصورة هنا من الأسفل، نحاولو الحلو في الطريقة هادي، الحلو في الخدعة أننا نقومو نوهمو الناس أن هاد اليد هادي اللي تتحرك وهي اللي غادي تكتب لنا واحد التكست مثلا. ألوغ مثلا نحطو هاد اليد هنا في البلاصة هادي. نفس الطريقة غادي نمشيو للتكست نكتبو مثلا كار، هاد كار غادي نحطوها هنايا. نفس الطريقة غادي نجي ندخل هنا التكست مرة أخرى سورس تكست، يعني هنا في اللحظة هنايا غادي ندير واحد الكارو قبل من هاد اللحظة، غادي نمشي ونمسح تيكا. يعني في هاد اللحظة هادي غادي يعني غادي تكون ديك كارو يعني مكايناش، يعني ابخي كارو غادي تبان لنا ديكا. يعني حنا شنو بغينا؟ بغينا نبين يعني ان هاد اليد هادي على هاد اليد هي اللي كتبت ديكا. الو، يعني غادي يعني خاصها شويه ديال الفن وصافي. يعني اللحظه اللي تبان فيها هكا هي هادي هنا في هاد اللحظه هادي، غادي نشدو ديك اليد نكحزوها شويه هنا.
ابخي راك حزو يعني نفوتو ديك الثانيه وكتو مثلا يعني شنو غادي يطرا الحين تحزاتني ديك اليد هنا طلع شوية فوق يعني انها زالت بحال درت العاشر ودارت ابخي نزيدو واحد شوية ونكتبو زاد نتحزي ديك اليد ابخي نكحز نفوتو بواحد تانية مرة اخرى نكتبو غادي نتحزي ديك اليد عاوتاني هكا نفس الطريقة ثاني نكتبو ديك اليد هنا نكتبو مثلا نكتبو ديك اليد نكتبو نحطو واحد ثانية نحطو واحد أخرى ونكحزو اليد بحال هكا أنا تبغي نكتبو يعني إلا بغينا نعرضو هاد الشي اللي صايبنا دابا نكليكو فقط على اف باس بحال هكا نلاحظو لأن يعني ديك اليد يعني بحال اللي قامت بالكتابة ديال ديك الاسم ديال كيزاكو فقط هذه واحد يعني الطرق كاينين بزاف و يعني يمكن لكم تيرشارجيو بزاف ديال الصور تخدموا عليهم يعني انا فقط خديت هذيك مثال بسيط يعني كنلاحظوا ان هذيك اليد قام بحال اللي كتبت ديك كيفاكم يعني هذا هو الدور ديال هذا هو الدور ديال هاد السوفت تكست يعني كيخليك تقوم من قبل منه بواحد لافي الوغ كان هذا هو الدرس ديالنا اليوم يعني حاولنا نتعرفوا على بعض الطرق اللي كنخدموا بهم ما تنساولاش بالاسئله ديالكم.